انا لما فكرت اني اسحب قرض او اني اروح لشركات التكييف لسبب واحد، اول سبب اني اسد ديني وابني لاولادي. الغارقون في بحر الديون يتعلقون بقشة يرونها طوق نجاة كبير، وهذا اختصار ما قصه علينا هذا الرجل. ضيق الحال ومسعاه في توفير حياة كريمة لأسرته التي تعيش تحت صفيح لا يقي برد الشتاء ولا حر الصيف دفعه للوقوع في شرك الديون، إلا أن ذاك الطوق كان فخا وأصبح يعرف مجازا بالتكييش. لجأت للشركة هذه، عملت عنده معاملة ب 4200 شيكة. طبعا أنا ما أخذت منه فلوس، أنا أخذت منه بضاعة، وبضاعة عنده بعتها ب 1800 شيكة. فتفاجأت إنه حاطط علي، رافع علي قضية في المحكمة، وخاش علي على الراتب تاعي بقديش؟ 8 مليون دينار و 8000 شيكة. أنت شايف قديش بده مني؟ وهنا قصة أخرى في أطراف حديثها بينهما تكشف الحاجة الماسة التي كانت لديهما في الاقتراض، والتي كانت سببا في ديون لا يعلمان عنها شيء سوى أنهم أصبحا مطالبان بدفع ملايين الدولارات والدنانير. أنا مش قادر أدفع أجار الدار. كم قيمة المعاملة اللي أنت أخذتها واللي اتفاجأت أنه هي بالملايين بعدين؟ 8000 شيكل، وأعطاني 600 شيكل بس. قال البضاعة لما بتاخذها بتخسر. طب ما البضاعة ما طلعتش من نفس الشركة، البضاعة ما طلعتش من الشركة، البضاعة على الباب تسلمت ورجعت تاني من الباب التاني مرقت وطلعت لزميلي، وهي زميلي كمان نفس الشيء. آلاف المحتاجين للمال لأغراض مختلفة يقومون بشراء بضائع وسداد تكلفتها بالتقسيط، ولأن السداد بالتقسيط يضاف مبلغ على سعرها، ومن ثم يقومون ببيعها وربما في نفس المكان، ولكن بسعر يصل في أغلب الأحيان لنصف سعرها أو حتى أقل. وهذا هو تعريف مصطلح التكييش. ابتزاز للمواطن أو للموظف الذي يعلم تماما صاحب البيع بالتكييش أنه بهذا الموظف بحاجة ماسة إلى اللي هو السيولة واللي هو الأموال النقدية، لذلك يستغل حالته ويعرض عليه ما قام ببيعه، يعرض عليه شراءه مرة أخرى بثمن أقل من قيمته الحقيقية. لذلك وجدنا الآلاف من الأشخاص ومن الموظفين، سواء موظفين غزة أو رام الله، الآن ترفع بحقهم قضايا لدى دوائر التنفيذ في المحاكم. المقترض محتاج، والحاجة ربما تكف بصره وبصيرته، والقارض في بعض الأحيان يستغل هذا الاحتياج، الأمر الذي دفع الجهات الرسمية في قطاع غزة لملاحقة كل المؤسسات التي تعمل بالتكييش والتي جاءت نتيجة واقع اقتصادي متهالك. وكان الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني سببان أساسيان في هذا الهلاك. محمد أبو ناموس، الغد، غزة، فلسطين.